السلام عليكم، مساكم الله بالخير. أنا الآن في حي منفوحة الجديدة، وكما تعلمون ما في أحد يجي لمنفوحة الجديدة إلا لازم يزور ويشاهد هذا البرج الطيني القديم. طبعا ما في معلومات عن تاريخ بناء هذا البرج بشكل دقيق، لكن الأقرب أنه كان في وقت أمير الرياض القديم دهام بن دواس بني هذا البرج. طبعا في ناس يسمونه برج منفوحة، ناس يسمونه برج الدواسر، تعددت التسمية. هذه بوابة البرج. طبعا في الفترة الأخيرة وزارة السياحة مشكورة اهتمت بهذا البرج، لكن طبعا مع الاهتمام نأمل أن يكون في صيانة دورية له، لأنه يحتاج إلى مثل هذه العناية. وإحنا مثل ما أن البرج واجد عناية ومحافظة عليه حتى اليوم، أتمنى أن يجد عناية توثيقية من أحد الباحثين ويكتب نبذة عنه مع الصور ويستفيد منها الجميع، وإن شاء الله سنجد ذلك قريبا.